أسوأ إطلالات الفنانات في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائية 2019. شهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في فعاليات دورته 41 حضورا مكثفا من نجوم الفن في مصر وخارجها، وبالرغم من حرص الفنانات والمشاهير الظهور في أبهى حلة، إلا أن هناك بعض الفنانات لم توفق في اختيار الإطلالات الخاصة بها، ونستعرض في التقرير التالي أسوأ إطلالات حفل افتتاح مهرجان القاهرة 2019. لقاء الخميسي. جاءت بعض إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة في دورته 41 سيئة جدا، مثلما أطلت الممثلة لقاء الخميسي في فستان طويل بأكمام يعتمد بالكامل على القماش اللامع في واحدة من أسوأ إطلالات حفل افتتاح مهرجان القاهرة في دورته 41، لكنها لم تكن الوحيدة. يسرى. ضمن الإطلالات السيئة أيضا فستان النجمة يسرى التي جمعت بين اللونين الأسود والأبيض، حيث أظهر الفستان الكثير من علامات التقدم بالسن عليها. ريهام أيمن. من ضمن الفساتين السيئة فستان ريهام أيمن التي اختارت فستانا ذهبيا لامعا في إطلالة مبالغ فيها وغير مناسبة أبدا. مي عمر. أطلت الفنانة مي عمر بإطلالة صادمة خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بنسخته 41، حيث اختارت فستانا بأكمام طويلة وقصيرة من الأمام ومطرزا من الواجهة والذراعين وبه ذيل طويل ومنفوش. حلاشيحة. حلاشيحة لم تكن إطلالتها وفق التوقعات ولم توفق في اختيارها، تماما كشقيقتها هنا شيحة التي اختارت فستانا أخضر لم يناسب شكل جسمها وبدت ممتلئة بعض الشيء. منى شلبي. ارتدت منى شلبي فستان ستان بليسي باللون البينك، وجاء فستانها بسيطا للغاية، منحها إطلالة أنثوية أنيقة ومختلفة عن بقية إطلالتها السابقة. رضوى الشربيني. ظهرت رضوى الشربيني في الحفل بإطلالة من اختيار الستايلست سعيد رمزي، مرتدية فستانا أسود طويلا من أنامل المصممة سماح مهران، واتسم التصميم بطبقات الكرانيش الملفتة. لبلبة. وظهرت النجمة لبلبة بإطلالة غريبة، حيث ارتدت فستانا أخضر مرصعا بالذهبي لامع، وانتشرت صورها على مواقع التواصل الاجتماعي ولم تنل إطلالتها إعجاب جمهورها. سما المصري. أثارت الفنانة الاستعراضية سما المصري حالة من الجدل بظهورها بالحجاب.